مفردات مفردات يا تطورات. نعم. فإذا قلنا زيد ليس هنا، زيد قائم، زيد ليس بقائم. بدل سيد. هذا يعني معناه إما التناقض يكون في المفردات اللي هو ما فيهاش ترتيب عند الاستقرار. أقول لك هذه شجرة، تمام كده ده نسبة لي هذا كان فيه قائم. أقول شجرة لا شجرة، زيد لا زيد، كتاب لا كتاب، ده مفرد. فزيد قائم ده نسبة محمول الموضوع وبينهما ايه؟ نسبة كلامية. يبقى إذا يكون التناقض في المفردات كما يكون في ايه؟ في المركبات اللي هي اللي ايه؟ شوف الميه. الزجاج زيد عشان ايه؟ بين مفرد، زيد قائم عشان القضية مرتبة. واما الضدان واما الضدان فهما المعنيان الوجوديان اللذان وهما المعنيان الوجوديان. نعم. هو بيعرف ايه هنا؟ الضدين. فعندما قال الوجوديان خرج ايه؟ خرج حاجتين، خرج النقيضان وخرج العدم والملك. فالنقيضان امران، واحد وجودي والثاني عدمي، والعدم والملك كذلك. كده التعريف الوجوديان. يبقى هذا قيد لاخراج نوعين، خرج النقيضان وخرج العدم والايه والملك. بينهما كم من بينهما غايه الخلاف ولا يتوقف هي تعرفه. معنى بينهما غاية الخلاف يعني بينهما لا بينهما غاية نشرح المعنى له. غاية الخلاف يعني غاية التنافي، يعني مفيش تنافي أعلى من غاية التنافي، زي ما يقول أعلى ما يمكن في النفي هو كده، وأعلى ما يمكن في النفي إنه ما يجتمعوش، يعني ما يجتمعوش أبدا. يبقى في نفي بعدين لا يمكن اجتماعهم. يبقى معنى بينهما غاية الخلاف يعني غاية التنافي. فدي معنى مع غاية التنافي يعني لا يجتمع خلاص كده غاية التنافي. انما في امران بالبالغ خلافيان، في خلاف يعني في خلاف بين امرين، ولكن ليس بينهما غاية التنافي بمعنى ممكن يجتمع. فإذا كان أمران متخالفين ويمكن اجتماعهما لا يسمى إيه الضدين، لأن الضدين بينهما غاية التنافي معناها لا يمكن اجتماعهما. إنما لو قلنا أبيض متحرك، البياض والحركة هما خلافيان لكن ليس بينهما غاية التنافي لأنه ممكن اجتماعهما. إنما اللي بينهما غاية التنافي يعني معناها لا يمكن اجتماعهما. واضح كده؟ نعم. كمل. ولا يتوقف تعقل احدهما على تعقل الاخر. ولا يتوقف تعقل احدهما على تعقل الاخر، هذا قيد لاخراج المتضايفين، لان المتضايفين كالابوة والبنوة يتوقف تعقل احدهما على تعقل مين الثاني دول الاخر. الآن خرج ليه؟ بعدين كالبياض والسواد. بعدين كان واحترزنا بغاية الخلاف من نحو البياض مع الحركة. ده خلاص شرحناه الآن. نعم. ولا يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر. نعم. إذا خرج ليه الآن؟ خرج المتضايفين. نعم. وبعدين على تعقل الآخر، كلمة الآخر يخرج أيضا بها المثلان. يبقى كلمة يتوقف تعقل ده على ده، يبقى معناها ده غير ده. بس ده مش مرتبط تعقل يعني تفهم أو تصور بتعقل الآخر، وطالما آخر يعني معناها مشهور. يبقى خرج ليه المثلان. طيب سؤالهم المثلان بينهما، قلنا عايزين احنا نتكلم عليه على
امرين بينهما غايه التنافي. طب هل المثلان بينهما تنافي؟ لا، في تنافي بينهما. اذا المثلان بينهما تنافي، لانه الداخل يعني انت مثل هذا لكن انت لست هو مثله، اذا في تنافي يعني في تغاير تنافي. لكن هذا التنافي الذي بين المثلين منسوب ليه؟ لمثلين وليس لخلافين، يعني في امرين متخالفين وفي امرين متماثلين. فهنا بنتكلم على اللي بينهما غايه الايه؟ الخلاف. انما في تنافي بين المتماثلين ولكن اسمه ايه؟ تنافي منسوب ليه؟ لمثلين، بخلاف المتخالفين التنافي منسوب ليه؟ لخلافين. وكل متخالفين يمكن اجتماعهم زي العلم والقدرة، هم متخالفين. والبياض والايه؟ ولا بياض ما ينفعش، البياض والحركة او الطول والبياض. انت دول ايه؟ هل يجتمع المثلين؟ طبعا لا، ما يجتمعش بينهما ثلاثة، معناه ما يجتمعوش. ولكن هذا منسوب الى التماثل وهذا منسوب الى الايه؟ بخلاف الفلاسفة قالوا مثلا ممكن يجتمع المثلين زي ايه؟ واحد مثلا شديد التواضع، لو شدة التواضع معناها تواضع على تواضع، يعني هم مثلين اجتمعوا يعني التواضع واحد وتواضع ثاني وتواضع ثالث، فزاد الايه؟ التواضع اجتماع المثلين. لكن لا، الشدة دي عرض ثاني غير ذات التواضع نفسه. كمل. واحترزنا بغاية الخلاف من نحو البياض مع الحركة. يعني البياض مع الحركة ليس بينهما غاية الخلاف. لأنه إيه الدليل على أنه ليس بينهما؟ إذا كان بينهما غاية الخلاف يعني معناها لا يجتمع. وأما العدم والملكة، أما العدم والملكة فهما وجود الشيء وعدمه عما من شأنه أن يتصف به. عما من شأنه، يعني عارف هذا القيد اللي هو من شأنه، لو حذفته أو شلته يبقى معناها ما بيبين. يعني كالبصر والعمى بالنسبة للإنسان وليس بالنسبة للحائط. إذا عما إيه؟ عما من شأنه. ده على إيه؟ مذهب مين الكلام ده؟ ده الفلاسفة. أما عندهم عند المتكلمين إنه العدم البصر والعمى عندهم ضدين، لأنه العمى عندهم وقف وجودي مش وش لمن قام به العمى، بدليل إن إحنا بنقول عمى ولا عمى. هذا الأقاضي إيه ده؟ لما نقول بصر وعمى يا جماعة، إذا أردنا بالعمى عدم البصر يبقى عدم وملأ، وإذا أردنا أن ذا أمر وجودي قائم للإنسان كما أن البصر قائم به فدول إيه؟ ضد. وقل مثل هذا في الموت والحياة، إذا أردنا أن الموت معناه عدم الحياة فإذا التقابل بين الموت والحياة تقابل عدم وملأ. أما إذا جعلنا الموت زي الحياة أمر وجودي وهذا ما يؤيده القرآن، والذي خلق الموت والحياة فده موجود وده موجود، لأن هنا التقابل بينهما تقابل ضدين وليس تقابل عدم وملكة. المهم القيد اللي هو نقرر به بين العدم والملكة وبين النقيضين اللي هو عما من شأنه أن يتصف به. أما ما ليس من شأنه فلا يقال فيه عدم ملكة، إنما يقال ضدين. فمثلا الذكور والانوثه عما من شأنه هو الانسان، اما الملائكه الجامدين دول لانه ليس من شأن الملك ان يتصف بذكوره او بانوثه، ولذلك يجوز رفعهم. رفع ايه؟ الضدين. اما اذا كان من شأنه ما يرتفعوش زي النبيين، واضح كده؟ لا يجتمعان ولا ايه؟ ولا يرتفعان. اظن المساله فيها ايه؟ وضوح. حد مش فاهم يقول؟ طب نلخصه مره ثانيه. التعريف، النقيضان ثبوت امر ونفيه. نعم.
امر يعني ممكن امر ده يكون امر تطوري على المفرد او ايه ها او مركب زي القضايا زي ما قال الشيخ زيد لا زيد او زيد قائم زيد ليس بقائم. فان قلت ان التعريف ده اللي تعريف النقيضين ثبوت امر ونفي وثبوت يعني وجود ونفي يعني تلبيب النقيضين واحد فيهم وجودي والثاني عدم يعني. فان قلت ان التعريف غير معنى لصدقه على العدم والملكه يعني هذا تعريف غير معنى عارف غير معنى معناها دخل في ايه غيره لانه هذا التعريف وثبوت امر ونفيه يبقى معناه هيصدق على الايه على عدم والملك فهذا اعم من ان يكون المحل جارا نقول كده هذا اعم من ان يكون المحل قابلا للملكه او لا يعني هنا شوف كون المحل ده يقبل هذا البصر او لا يقبله انما هو يتكلم في النقيضين اعم من كده يعني ايه الفرق بين النقيضين وبين العدم والملكه مع انه التعريف صادق على العدم والملكه ان النقيضين اعم من ان يكون عاما من شانها فيبقى لا اخف يعني مثلا كون المحل قابل لهذا الامر ام غير قابل لكن هل النقيضين ما بيتكلموش عن المحل يقبل او لا يقبل هذا اعم اثبات ايه ونفس يعني يدخل فيه عما من شأنه ويدخل فيه ليس عما من شأنه يعني يدخل فيه غيره هذا أعم ده الجواب يعني واحد قال لك التعريف ده ينطبق على العدم والملكة يقول العدم والملكة ده أخف يعني عما من شأنه والثاني ده إيه أعم هو داخل فيه بس هذا عما من شأنه وهذا عما ليس من شأنه وزي قلنا المتكلمين عندهم انواع المنافاة او الاصوليين عندهم اثنين النقيضين والضدين اما العدم والملك عندهم راجع للنقيضين والثاني اللي هو المتضايفين راجع للايه لا للضدين اصحى مش لازم تنام خذ اشرب الشاي عشان فاضل اشرب الشاي اصحى انت والله ما فقوله عما من شأنه ها ايه اللي حصل فارق هذا النوع وهو العدم والملكة النقيضين يعني ايه اللي خلى النقيضين فارقوا العدم والملكة هو بيبقى عما وهذا يبقى على هذا وعلى غيره فأقوى أنواع المنافاة أي النفس أقواها إيه؟ تعلموا لا نشوفهم عشان إذا سيبك من الدرس نشوف درس العيد الثاني شوف الحاجة إذا كان ينفع وظيفتك لما عندنا أنا ما أقصد الآن مربوط في الدرس مش عارف أقول لك ما قبلك بعد المغرب أشوفه إن شاء الله ثلاثة خلينا نصوره ما نجيبه شوف انت نجيبه نصوره ما نجيبه هون دينا اوه نصوره اذا تبقى نفيد نصوره الله نبقى نحن يا مولاد أقوى أنواع المنافاة لما النقيضان ليه لأن تنافيهما ذاتي تنافي بينهم ذات يعني أول السلب بيسلب الذات مش العرب يجب أقوى أنواع المنافاة ذاتي أي بالذات وتنافي غيرهما بالعرب مثاله الخير مثلا متصل بوصفين الأول كونه خيرا وهذا ذاتي والثاني كونه ليس شرا وهذا عرضي والنقيض لا خير ينفي الوصف الذاتي وينفي الوصف العرضي خلاص كده
أما الضد ضد خير شر ينفي الوصف الايه العرب ولا ينفي الوصف الايه الذات. خلاص كده يعني لا خير ايضا تنفي لا شر يا مولانا برضه. لا فيه لا خير لا خير تنفي لا خير تنفي خير مش تنفي لا شر مش لا شر عربي. خير لا خير اذا لا خير نفت ايه الخير نفسه الذات ونفت ما اسبق كونه ذات اللي هو وصف بكونه ليس شرا اذا نفت نفت الذات ونفت العرب. اما المنافاة بالضد اللي هو الشر ينفي الوصف العربي فقط وليس بخير فمنافاة الضد كالسواد مثلا للبياض يعني السواد مثلا ايه البياض ليس لذاته بل لكونه يستلزم نقيض ضده. دي حاجة ثانية مهمة جدا في التفريق بين ايه الضدين وبين النقيضين. لسه ما رجعتش عندنا هنا مش ترجع هنا شغل قاعدين مش هنا مش كنا نقل اتفرجوا على فيلم هنا عايزين تصلوا تصلح حريم ولا هناك تصلح حريم هنا ورجال كمان من برا لا حريم ولا رجال زين شوف هنفرق الان بين الايه النقيضين عرفنا ده اقوى انواع انواع المنافاه وزي ما مثلنا بالمثال. اما الضد قلنا ايه ينفي الوصف الايه العرب عاوزين نفرق ثاني بين الايه عرفنا ده ذات وده ايه عرب. في فرق ثاني منافاه النقيض للنقيض فرقه ايه وايجاب. اما منافاه الضد للضد مش كده ده ثلج وايه وايجاب. انما الثاني كيف منافاة الضد للضد زي السواد للبياض ليس منافاة ذاتية. انما احنا سلبنا الذات لما قلنا خير لا خير زي منافاة عرضية. كيف ذلك؟ لانه كيف ينافي الضد الضد مش في المفهوم انك انت في الذهن متصور وفاهم ايه معنى البياض ايه مفيش منافاة بين التصورين. انما منافاة الضد للضد في قيامه بمحل واحد تجي المنافاة هنا قيامه بمحل واحد. ولذلك لما نصف محل واحد بانه ابيض واسود معناه ايه يستلزم نقيض الضد. نعم وهو الضد برضه له نقيض مش ضد بس واستلزام النقيض ده يبقى جمع بين ايه بين نقيضين يبقى رجع نفي الضدين الى نفي ايه النقيضين. هنجيب المثال عشان نفهمها. فيلزم احنا قلنا ايه العباره فهمها كده كويس منافاة الضد لضده مثلا السواد للبياض ليس لذاته انما منافاة النقيضين لذاته. ركب العبارة على العبارة عشان تفهم ليه الاشارة. اذا النقيضين بينهما منافاة ذاتية انما الضدين ليس بينهما منافاة ذاتية وانما المنافاة بينهما لكون اثبات الضد مع الضد يستلزم نقيض الضد يستلزم نقيض الضد كده يستلزم نقيض الضد. مثلا يلزم من صدق سواد مثلا صدق ايه لو قلنا سواد يلزم من صدق سواد صدق لا بياض صح ولا لا؟ اذا وصفنا هذا بانه اسود وصدق هذا الوصف فيه اذا لما نقول لا بياض صادق ولا مش صادق صدق لانه صح تمام كده يبقى يلزم من صدق حنصف هذا الشيء ده بانه اسود فيلزم صدق ايه؟ لا بياض لا لا بياض مش نقيض ضد يعني انا اتكلم من نقيض الضد قال من صدق سواد صدق لا بياض لا بياض مش لا سواد لا بياض لا يلزم من صدق سواد اسود يعني معناها ليس بايه؟ اذا الاثنين صادقين لو قلت اسود قلت ليس الارض هذا صادق وهذا صادق ويلزم من صدق
صدق بيان صدق لا سواد. لا سواد. واضح كده؟ فلو صدق بياض وسواد اللي هم الضدين دول لاجتمع بياض ولا بياض، فرجع الى مين؟ الى النقيضين، الى نقيض الضد. قولها ثاني. ايوه مولانا. يعني ايه اللي خلى الضدين محال؟ انه رجعوا الى النقيضين، بس مش رجوع ذاتي وانما رجوع استلزامي. قولها ثاني. ايوه. منافاة الضد للضد ليست ذاتية، وإنما لكون الضد يعني يستلزم نقيض الضد، يعني معناها حيجمع النقيضين، وجمع النقيضين محال بداهة. المثال: إذا صدق سواد يصدق لا بياض، كده ما فيش محال عقلي، مش مشاكل. ويلزم من صدق بياض صدق لا سواد، ما فيش محال. ماشي. لو صدقوا مع بعض احنا قلنا لازم يكون سواد، ها؟ لا ايه؟ لا بياض. لا بياض. طب بياض يبقى ايه؟ لا سواد. اخر قلنا صدق بياض وسواد، يبقى في هذه الحالة هيجتمع ايه؟ نقيض ضد اللي هو بياض ولا بياض. وسواد ولا سواد. والسواد ولا سواد وهو محال. كده بحاول شرح. نعم. وشرح الدار مش هنفينا. نعم. فإذا في واحد يسأل سؤال له: ما المانع من اجتماع الضدين؟ ايه اللي يمنع من اجتماع الضدين؟ زي البياض والسواد. احنا قلنا خير ولا خير ما اجتمعش ثلاث وثلاث. نعم. بالبداهة اللي هي بديهية. نعم. أما اجتماع البياض والسواد أو اجتماع المتضايفين قبل العالم وبعد العالم، المتضايفين أو اجتماع العدم والملكة، يعني يجتمع هو مع ايه؟ مع البنوك كده، أو العمى مع ايه؟ البصر. فالجواب: لو قلنا إنه ممكن يجتمع الضدين، أو ممكن، يعني ده السؤال احنا بنقول ايه المانع؟ ما المانع عقلا يعني من اجتماع الضدين؟ هم الضدين ما يجتمعوش، وكذلك المتضايفين ما يجتمعوش، ولا العدم والملك، لانه كله ده انواع منافاه. فايه المانع من اجتماع المانع العقلي؟ انه لو كان يمكن اجتماع الضدين او اجتماع العدم والملك او المتضايفين للزم اجتماع النقيضين في الارض. تمام كده؟ وهو محال بالبداهه، وذلك لأن كل مما تقدم اللي هو الأربعة، بس بالنسبة للنقيضين واضح، مستلزم لنقيض ضده. خلاص كده؟ يعني كل واحد فيهم هيستلزم نقيض الآخر، واستلزام كل واحد لنقيض الآخر خد كده بحسب المحل لا بحسب المفهوم، لأنه بحسب المفهوم ما فيش بحسب المحل، زي كتاب واحد، حائط واحد، انسان واحد، شجره واحده، بحسب المحل ياتي الاستلزام، اما ما فيش محل ما فيش استلزام. يعني مثلا ممكن يجتمع في الـ في الـ في الـ في العدم، شيء عدم ما فيش محل يعني. يجتمع بياض ولا بياض، ما هو عدم. يبقى في العدم ممكن يجتمع النقيضين لانه ما فيش محل. متى يكون مستحيل عقلي؟ يعني مثلا نقول هل العدم ابيض؟ لا، لا ابيض. طب هل هو لا، هل هو ابيض؟ لا. هل هو لا ابيض؟ لا. يبقى اجتمع، بس هنا ما فيش محل. المشكله لما يكون في ايه؟ في محل. اما هل العدم يوصف بانه محل؟ لا. لا. يلا اقرا كده كمل من اول الاثنين من اول، من اول ما وقفت. كالبصر والعمى والعلم والجهل. لا، واما العدم واما العدم لا. واحترزنا بغاية الخلاف من نحو، واحترزنا بغاية الخلاف من نحو البياض مع الحركة. يعني البياض والحركة بينهما خلاف، خلاف متخالفين، يعني الطول والبياض متخالفين، ولكن ليس بينهما غاية الخلاف. فيجتمعان اللذان لا يجتمعان، هما بينهما غاية الخلاف، يعني غاية الايه؟
التنافي وعلامتها انهما او تسمع كلمة لا يجتمعان يعني بينهما غاية الحركة والبياض في خلاف ولا ما فيش لكن مش غاية الخلاف غاية الخلاف يعني تمنع الاجتماع يعني احنا اثنين مختلفين مع بعضنا خلاف بسيط خلاف جزئي نجتمع مع بعض كل واحد فينا نبكي جنب الثاني لكن اجتمعنا في مسجد داخلين نصلي في حج مثلا عمليه حرف حرف ثاني غير العرف اللي انت فيه ما هو مضطر انا لقيتك في الطواف هسيب الكعبه ولا اكمل الاشواط انما اللي بينهما غايه الخلاف يعني لا يجتمعان ابدا واما العدم والملكات فهما وجود الشيء وعدمه عما من شأنه ان يتصف به عما من شأنه ان يتصف به كالبصر وايه كالبصر والعمى والعلم والجهل البصير بالنسبه لمين للانسان لانه الانسان ممكن ارحم الله يبقى العمى والبصر يا مثلا الحائط نوصف بانه اعمى او بصير لا لا ليس من شأنه لا يبقى ممكن يرتفعوا الاثنين عن مثلا يبقى في الحاله دي العمى والبصر بالنسبه للحائط ضدين وبالنسبه للانسان عدم وملكه عدم وملكه ها نعم كم نوع المنافاه؟ أربعة اول واحده وماله خد بركة المجلس وخد بركة العلم مع بعض يبقى أول واحد اسمه ايه؟ النقيضان الثاني السلطان الثالث عدم وملكة عدم وملكة الرابع المتضايق الثاني نعم نكمل كالبصر والعمى والعلم والجهل البصير فالبصر وجودي وهو الملكة والعمى عدمي يعني البصر وجودي يعني امر وجودي نعم في سمع جعل لك مستمع والابصار ما دامت مجهول يعني موجود نعم والعمى معنى العمى؟ العمى هو عدم البصر يبقى البصر وجود والعمى ايه؟ عدم عدم يبقى في الحاله دي البصر والعمى ايه؟ عدم وملكه عدم وملكه طب لو كان العمى موجود ايضا هنا ايه ضدين؟ نعم يبقى ضدان امران وجوديان إذ العمى عدم البصر عما من شأنه البصر وكذا العلم عما من شأنه فلا يقال عدم وملك إلا إذا كان المحل الموصوف من شأنه أن يكون قابلا فنقول مثلا الإنسان إما أعمى وإما إيه بصير ولا نقول لا أعمى ولا بصير لأنه لا بد أن يتصف بواحد فرجع إلى الإيه؟ إلى النقيضين التناقض. أما نقول هذا الحائط لا أعمى ولا بصير، هذا الكرسي لا عالم ولا جاهل، فيرتفع الاثنين في الحالة دي. إنما إذا كان من شأنه لا يرتفع إلا واحد لأنه عاد إلى الإيه؟ إلى النقيضين. كمل. وأما المتضايفان فهما الأمران الوجوديان اللذان بينهما غاية الخلاف، ويتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر. لما بالنسبة للجزئين يعني انت تتعقل البياض دون ان تعرف شيئا عن السواد لا يتوقف تعقل البياض على السواد ولا السواد على البياض انما اذا قيل لك هذا اب وهذا ايه ابن فتوقف تعقل الابوة على تعقل البنوة والبنوة على الأبوة وأب يعني له أبناء ابن يعني له أب يتوقف كل واحد على ايه؟ الآخر على الآخر نعم واضح؟ نعم نقول ايه؟ مثل استاذ عيسى ماذا؟ ده أمور عادية أنت هتدخلنا في المعلم أنت ولا ده أمور عادية ها؟ والمراد عاوز يعني نقول كده تعقل وجود ايه ده ده خرق للعادة ده معجز والمراد بالوجودي المتضايفين ما والمراد بالوجودي ويتوقف تعقل احدهما على تعقل الاخر كالابوة والبنوة خلاص كده؟ نعم يعني كيف تتعقل اب ها؟ يعني له ابناء نعم ابن يعني له ايه؟ اب اب ما فيش ابن من غير اب القوانين كده انما خرق العادة موضوع ايه؟ موضوع اخر قبل
ما نتعقلش ايه معنى قبل الا بمعنى بعد، سريع الا بمعنى بطيء، كثير قليل، خلاص كده، مرتفع منخفض، لا يتعقل ايه معنى الارتفاع الا بمعنى ايه يعني توقف تعقل هذا على تعقل ايه الثاني. نعم ده اسمه ده ايه ده متضايفين. نعم ما تفهمهاش غلط. مثلا لما شفت في مكة واحد معاه ابنه الصغير كده فاكر؟ نعم. وبقول له ده ابنك؟ قال لا انا ابوه. ما هو لا يعني لا بد من هي. نعم. والمراد بالوجودي في المتضايفين ما ليس معناه عدم، ما ليس معناه عدم كذا. والمراد ايه؟ والمراد بالوجودي في المتضايفين ما ليس معناه عدم كذا. لا الموجود في والمراد بالوجودي في المتضايفين ما ليس معناه عدم كذا. لا الموجود في الخارج عن الذهن. نعم. شفت كده افهم ده يعني معناها مش وجودي ليس معناه وجود خارج وانما معناه ليس عدم. نعم. لان نسميها ليه الاحوال هي مرتبة بين الوجود وبين العدم. اذ الابوة مثلا لا وجود لها في الخارج عن الذهن، ده يبقى تعقل في الذهن، مفيش حاجة اسمها الابوة في دواب. ولا تنافي أفتمي. ولا تنافي بين الخلافين كالبياض والحركة. يبقى المتخالفين مش كل متخالفين بينهما تناف. نعم. يعني بس ايه بينهما تناف لا يبلغ الى ايه الى غاية الخلاف. نعم. اما التنافي الذي يبلغ الى غاية الخلاف معناه انهما لا يجتمعان. اما اذا كان ممكن اجتماعهم متنافيين لكن لم يبلغ التنافي بينهما الايه الغايه الايه العليا او اعلى غايه. فالبياض والطول معنى البياض غير معنى الطول، يعني هذا الخالف هذا، ولكنهما يجتمعان فيكون الانسان ابيض وطويل، والسواد والحركه فيكون اسود ومتحرك. ما فيش يعني متنافيين ليس بينهما غاية التنافي، اللذين بينهما غاية التنافي ما يجتمعوش أبدا بأن يوصف الشيء بأنه أبيض وأسود في آن واحد، ده هنا بينهما غاية التنافي، إنما يوصف بالبياض والحركة بالبياض والطول إلى آخره مشي. ولا تنافي بين الخلافين كالبياض والحركة، وكذا بين المثلين كالبياض والبياض. والمحققون على التنافي هو الشيخ يقول ولا وكذا بين المثلين كالبياض والبياض، يعني ده ابيض وده ابيض، هل في تنافي بينهما؟ قال لا، ده ابيض وده ابيض، كيف يبقى في تنافي؟ بس المحققون قالوا في تنافي بين البياض والبياض. ليه في لانه في المحل الواحد، نتكلم في المحل مش في المفهوم. نعم. رجع الامر الى الايه؟ المصدر. المصدر اللي هو المحل. نعم. لانه المحل هل يقبل المثلين؟ يعني انا مثلا ابيض ورجع من السودان مثلا اسمر، وقال لما يكون شديد السواد يجتمع فيه المثلين سواد وسواد، ممكن يجتمع في واحد ثاني مثلا اربعة امثال وخمس، يعني معناها اجتماع ليه المثلين، لكن في الحقيقة لا، ما فيش اجتماع ليه في المثلين، ولكن بينهما تناف منسوب إلى كونهما مثلين، والتنافي بين البياض والسواد أو بين الطول والحركة موصوف إلى كونهما متخالفين، ففي تنافي بين المثلين. ليه في تنافي بين المثلين؟ اقرأ كده الإجابة. بس تنافي على انهم مثلين مش متخالفين. بعض الناس تسمع كلمة تنافي يعني معناها ايه؟ لانه هل يقبل المحل الواحد بياضين؟ لا بس الحظ هتحط بياض على بياض، ما هو نفس البياض. واحد يقول لك افرض ناصع البياض، ده وقف ثاني، ده عربي مش وقت وجود لنا. زي الحركة سريعة وحركة بطيئة، بس دي حركة ودي حركة ولا؟ نعم.
وبعد حتى بعضهم قال ممكن يقوم العرض بالعرض، يعني الحركة بالحركة، السرعة بالحركة، السرعة عرض والحركة عرض، لكن هي دي حركة ودي حركة. والمحققون على التنافي بينهما قالوا لأن المحل إن قبل المثلين لزم أن يقبل الضدين. جميل. نعم. يعني إذا كان ممكن واحد يقوم به بياضين، يعني معناها لو انتفى واحد من البياض لازم يجي ضده اللي هو الثلاث، يبقى معناها هيجتمع الضدين. نعم. يبقى ممنوع يرب المثلين. نعم. زي ما كونه ممنوع يرب ضدين. لا مش هيرب ضدين أصلا. لأن القابل للشيء لا يخلو عنه أو عن جزه أو عن مثله. القابل للشيء لا يخلو عنه، يعني عن الشيء. نعم. أو عن ضد الشيء أو عن مثله، مش معقول يخلو من الشيء ومن ضده ومن مثله. يعني مثلا نشوف ده الشنطة دي سوداء، يعني قابلت السواد. نعم. فمعنى كده إذا قبلت السواد يا إما تقبل السواد يا إما تقبل ضد السواد يا إما تقبل مثل السواد. واضح كده؟ نعم. هل يخلو وصفها بأحد؟ لا. لابد تقبل إيه؟ يا الضد يا المثل إيه ثاني؟ يا الشيء نفسه. الشيء نفسه. نعم. فلو قبل المثلين لجاز وجود أحدهما في المحل مع انتفاء الآخر. ما دام يجوز يكون فيها سوادين، يبقى معناها في واحد من السوادين موجود والثاني مش موجود. لا الثاني اللي هو مش موجود يبقى معناها ضد موجود. نعم. اللي هو الايه؟ البياض. يبقى اجتمع فيها السواد والبياض وهذا باطل. نعم. فيخلقه ضده فيجتمع الضدان وهو محال. خلاص كده فهمت القاعدة كده؟ ونرجع هنا هندخل في الدرس اللي هو ايه؟ إذا علمت ذلك. إذا علمت ذلك فيستحيل عليه تعالى 13 صفة. يعني إذا علمت أنه تعالى يجب له كم صفة؟ 13 صفة، اللي هي أولها الوجود الصفة النفسية، وخمسة سلبية الوحدانية، القدم والبقاء والخالق الخوارج، خمسة واحدة الوجود ستة، والسبعة اللي هم الايه؟ الحياة والعلم والإرادة، اللي هم المعاني العلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام والحياة، سبعة. نعم. إذا كان دول 13 هي ايه؟ ما يجب. نعم. يبقى إذا ايه اللي يقابل الواجب؟ لأن الواجب هو الثابت العقلي الذي لا يقبل الانتفاء، فيقابله اللي هو ليه؟ المستحيل اللي هو المنتفي العقلي الذي لا يقبل الثبوت. يبقى التقابل بين الواجب وبين المستحيل من أي نوع؟ ليه؟ مطلق التنافي. مطلق التنافي هنا اللي هو نقيضين، أو مطلق التنافي كده خليها كده التنافي اللغوي وليس الاصطلاحي. إذا التقابل بينهم هذا ثابت اللي هو الواجب لا يقبل الانتفاء، والثاني منتفي لا يقبل الثبوت. يبقى معنى المستحيل سلبي. يبقى هنا سلبي. يبقى حنسلب عن الله تعالى الضاد ما تقدم من الصفات وهي كم؟ 13. فكيف 13 لما تيجي تشوف الأضاد هم 13؟ حسيد العلم لي كذا ضد مش ضد واحد. الجهل ضد العلم، والغباء ضد العلم، والنسيان ضد العلم، والسهو ضد العلم، والغفلة ضد العلم. ايه ده؟ ده مش 13 ضد، حنوصلهم الى 30 ضد. ضد الارادة ضدها ايه؟ الكراهية. وضدها ايه؟ القهر. ضد الارادة. يعني تجد وضدها العلة لو كان العلة معلومة ده مش مريض. وضدها الطبيعة. يبقى معناها الإرادة واحدة لها أربع أفضل. يبقى كيف يبقى ضدها 13 صفة وهي أكثر؟ كم؟ وهي أضداد الصفات الأولى لما علمت أنها واجبة له تعالى. إيه اللي واجبة له؟ الصفات. يبقى ضدها لازم يكون إيه؟ ضدها لازم يكون مستحيل. ما دام الصفات واجب يبقى ضد ايه؟ مستحيل. نعم. والواجب لا يقبل الانتفاء فيستحيل عليه تعالى العدم. يبقى الواجب لا يقبل الانتفاء والمستحيل لا يقبل الثبوت. نعم. ف
فيستحيل اول ما بدا فيستحيل عليه تعالى ايه اول واحد اول حاجه اول صفه ايه الوجود. طب ايه اللي هو ضد الوجود ضد بمعنى المنافاة. الان هنتكلم بمعنى الاصطلاح ضدنا بمعنى اللغة ضد الوجود ايه العدم. بس السؤال هنا العدم ضد الوجود ولا نقيض الوجود؟ لو نقيض العدم نقيض نقيض وانت ها لو جبت في النحر الصلاحية تجد العدم لا ضد ولا نقيض وانما هو مساوي للنقيض. امال ايه نقيض الوجود؟ لا وجود. ضد نقيض الوجود لا وجود يعني لان نقيض الشيء يعني هو سلب الشيء رفع الحكم او رفع ما اثبته. نقيض الوجود لا وجود. لا وجود سلب العدم ده لا وجود يعني ايه؟ لا لا وجود يعني عدم. يبقى معناها العدم ساوى النقيض لانه في حاجه ثاني عدم ولكن لها ثبوت اللي هي الاحوال. ليس لها وجود ولكن لها ايه ثبوت. يبقى العدم مساو لنقيض الايه الوجود لان نقيض الوجود لا وجود اللي هو ايه لا وجود يعني عدم. يبقى عشان كده قلنا مساو على القول بنفي الاحوال واما على القول بثبوتها فالعدم. افرض حبينا ننفي الاحوال ما فيش حاجه يعني ما فيش مركز بين الوجود وبين العدم يبقى هذا يبقى هنا العدم ايه ليس نقيض الوجود انما مساوي ايه للنقيض. ايه معنى مساوي للنقيض؟ بعض الناس ما يفهمهاش. لما نقول هنا ايه اسود ايه مش ضد نقيض الاسود اللي هو الابيض. طب ما هو ضد الاسود اللي هو الابيض؟ ايه نقيض الاسود؟ لا اسود. يبقى معنى كلمة لا اسود يبقى يدخل الاحمر ويدخل الاخضر ويدخل كل هذا لانه لا اسود. يبقى معناها اسود وكل ما ليس باسود فانه داخل بالنقيض. انما لو قلنا ابيض يبقى الابيض ده ليس نقيض الاسود انما هو اخف من النقيض. لان نقيض الاسود كل ما ليس بأسود يعني كل الالوان بما فيها الابيض. يبقى الابيض ده اخف يعني واحد من مفردات كثيره. يبقى احيانا الشيء يبقى هو النقيض واحيانا يبقى مساوي للنقيض واحيانا يبقى اخف واحيانا يبقى اعم. يبقى في نقيض اصلي كده اللي هو وجود لا وجود اسود لا اسود حياه لا حياه وفي مساوي للنقيض وفي اعم وفي اخف كما مثلنا. واضح يا طالب؟ الاعم بقى منى الاعم. لما تكمل انت تاخذني على طول كده كمل. نعم هيجي لك الاجابه. والحدوث يعني لما نقول اخف يعني مثلا ايه ابيض اخف من لا اسود. طيب يبقى لا اسود هو ده الاعم؟ لا الاعم. نعم قول. والحدوث استنى عليك. اذا قلنا انه العدم نقيض الوجود يبقى ايه؟ مش نقيض، نقيض الوجود لا وجود. لو عاوز تحفظها وتعرفها استعمل حرف واحد فقط. اذا اختلف او اشتبه عليك الامران فاكل اداه النفي بعد ان تثبت انفي. خلاص وكل ما تثبته ثم تنفيه فقد نقضته. نعم حاجه انت اثبتها ورحت تنفيها يبقى معناها كده ده النقيضين الضابط ان واحد ايجاب والثاني سلب واحد اثبات والثاني نفي. هذا الضابط جميل وسهل جدا مش هيحيرك. احيانا يشتبه عليك الموت والحياه دول ضدين ولا نقيضين؟ انت بقى هي نقيض الحياه لا حياه لا حياه فيش حياه في حياه ما فيش حياه. نعم بس انما لسه لما تيجي بحاجه تمدش في مثال اوضح ولا اجلى من العدم والوجود
ومع ذلك احنا كنا متصورين ان العدم نقيض الوجود. نعم. اتضح ان العدم مساوي للنقيض. نعم. يعني كلمة عدم مساوية لكلمة النقيض لا وجود. مساوية لا وجود يعني عدم. عدم يعني لا وجود. مساويين بعض مش مساويين. نعم. زي ما يكون معك 10 جنيه وديت لك انا 5 جنيه مساويين للعشرة مش مساويين. انما اديت لك 15 جنيه عام. اديت لك 9 خاص. اديت لك 5 و5 جنيه مساوي. ما اديت لكش حاجة جنيه نقيض. نعم. مفيش. نعم. 10 مفيش 10. يبقى في مساوي وفيه نقيض وفيه اعم وفيه ايه؟ اخص. ده هتعرف في باب اسمه ايه؟ باب اللي هو عكس القضايا اللي تيجي تحكي لها. هتيجي في باب العكس تعرف ان شاء الله. يبقى اذا العدم يعتبر مساوي لنقيض الوجود على القول في نفي الاحوال. اما على القول في ثبوتها فالعدم اخف من نقيض الوجود. اخف. مش مساوي اخف. ليه طيب؟ إذ يصدق نقيضه بالثبوت وبالعدم. يبقى الوجود في الحالة له نقيضان. الثبوت العدم نقيض الثبوت اللي حتدخل الأحوال. ونقيض الوجود اللي حتنتقل الأحوال. وضحت كده؟ وضحت؟ نعم يا مولانا. لنهج نعم. نعم. والحدوث إذا استحيل عليه تعالى العدم اللي هو إيه؟ ما دام استحال العدم يبقى ثبت نقيضه أو المساوي لنقيضه وهو الوجود. أو تقول كده ثبت ضده لكن بالمعنى اللغوي. لأنه كلمة ضد هيدخل فيها الأنواع كلها الأنواع الأربعة. مطلق المنافاة. فإما أن تقول يستحيل الضد بمعنى مطلق المنافاة وإن كنت متخصص يعني تقول يستحيل نقيض الوجود يعني أن يتصف الله تعالى بأنه لا وجود ده النقيض. إن اتصف بأنه عدم ده المساوي للنقيض. واضح؟ أو الأخص من النقيض على القول لثبوت الأحوال. كمل. والحدوث خليك على رفع الحدوث. ايه الحدوث؟ نقيض ايه؟ الحدوث مساوي لنقيض القدم يا مولانا. انت كده الحمد لله فين؟ ايه نقيض القدم؟ لا قدم. لا قدم. يبقى الحدوث ها؟ مساوي لنقيض. الحدوث ده لا مش مساوي كده خلاص. ها؟ الحدوث اخف من نقيض القدم. إذ نقيض القدم لا قدم. إذا ده أخص من إيه؟ من النقيض. لا مش مساوي. إن يشمل عدم القدم ويشمل الحدوث. لأن شوف كده نقيض القدم لا قدم. نعم. يبقى هنا ونقيض أيضا الحدوث عشان الاثنين. يبقى الحدوث ده أخص لأنه في اثنين، في حدوث وفي لا قدم. نعم. إذا الحدوث واحدة ولا اثنين؟ واحدة. واحدة. يبقى معناها ده أخف. إنما قدم أعم. يبقى الحدوث أخف من إيه؟ نقيض القدم. إذ نقيض القدم إيه؟ لا قدم. كمل اللعب. وطروء العدم. مش طروء. طروء. طروء كده. طروء. برا يطروء. إيه؟ طروء. طروء. طروء العدم يعني إيه؟ ها؟ طرو العدم يعني لحوق العدم يعني العدم طرح عليه. نعم. وجوده تعالى لم يسبق بعدم يعني هذا معنى القدم. نعم. ولم يطرح عليه عدم هذا معناه البقاء. يبقى طرو العدم يعني لحوق العدم بعد الوجود اللي احنا بنسميه الفناء. وضده هو ايه؟ البقاء. يبقى معنى يبقى هنا طروء العدم ها مساوية لايه؟ لنقيض البقاء. طروء العدم يبقى عدم طروء العدم يعني ايه؟ نقيض البقاء. لا البقاء نقيضه لا بقاء. لا بقاء.
طب لما نقول له هيقرأ عليه العدم يعني حيفنى، يبقى هذا ليس نقيض البقاء ولكن مساوي لنقيضه، لانه يقرأ عليه عدم يفنى، يفنى يعني لا يبقى، متساوي لا يبقى. انما البقاء نقيضه لا بقاء، لانه ممكن يكون الفناء وممكن يكون قبول او لحوق. واضح؟ بعدها والفناء يا مولانا ضد البقاء، الفناء ضد البقاء. نعم. وايه نقيض البقاء؟ لا بقاء. لا بقاء. نقيض الفناء لا فناء. نعم. وجاء التحيل عليه تعالى العدد، قلنا حنعدهم كام؟ 13. ممكن حنلقاهم زيادة، عاوزين نحل المشكلة دي، عاوزين نريد حل هذه المشكلة. كيف احنا قلنا سيثبت له تعالى 13 صفة ويستحيل عليه أضدادها، يعني يستحيل عليه لازم يكون نفس العدد 13. وإلا لو زودنا حنزود استفادة الايه؟ الواجبة نفسها. نعم. لا لا مش هتحلها كده، ما تستعجلش في حلها، فإن الاستعجال في حل الأمور يعتبر نكبة تانية، عاوز حل تاني، بحث عاوز حلول تانية للفنس التعجيل. نعم. ويسمى الفناء. ايه اللي هو يسمى الفناء؟ اللي هو طرو العدم، اللي هو طرو العدم، يعني يطرح عليه عدم. نعم. والمماثلة للحوادث من جرمية او عربية او حلول او اتصال او انفصال. بس خد بالك طرو العدم ده يعني ما لماذا لم يقل ويستحيل على ما خلاص ما دخلت في الاول يستحيل عليه العدم خلاص. نعم. يستحيل عليه العدم. نعم. ايه الفرق بين العدم وبين طرو العدم؟ العدم ده العدم الاصلي يا مولانا من الشيء، يستحيل عليه ان يكون عدما في الاصل. نعم. ويستحيل عليه بعد ان استوقف بالوجود ان يطرأ عليه عدم، فلازم يجوا الاثنين. ولذلك اثبت الائمه البقاء، مع انه القدم ده لو انت فكرت فيه لا يحتاج او يستلزم صفه البقاء، لانه معنى قديم يعني معناها لا ينعدم، لا ينعدم يقبل انتفاء، وكل ما ايه مجاز عليه العدم وعليه قطعا، عليه قطعا يستحيل ليه في القدم. يبقى معناه اذا كان قديم يستحيل ان يكون عدم، واذا كان عدم يستحيل ان يكون قديم. فيه فايده فروع العدم عشان اثبات صفه الايه البقاء، رغم انه الامام الاشعري نفسه قال الوجوء البقاء معناه استمرار الوجود الادمي، بس معنى ان جعل البقاء صفه معنى ولكنه صفه ايه سلبية، بمعنى نفي لحوق العدم او طرو العدم. من جرمية او عرضية. والمماثلة للحوادث. المماثلة للحوادث اللي ايه النقيض بتاعها؟ المخالفة. لا مماثلة. النقيض المماثلة لا مماثلة. يبقى المماثلة للحوادث ليست هي نقيض الايه؟ المخالفة، ولكن مساوية للنقيض. مساوي للنقيض، في مساوي في أعم وفي أخص وفي نقيض. والمماثلة للحوادث من جرمية أو عرضية أو حلول أو يعني الحوادث إما أن تكون أجرام، إما أن تكون أعراض، وإما أن يكون فيها حلول أو اتصال أو انفصال أو بعد أو قرب أو كبر أو صغر، كل ما اتصفت به الحوادث فهو مستحيل عليه سبحانه وتعالى. واضح؟ نعم. وتكلمنا في هذه يعني أياما وشهور. نعم. نعم. وكذا يستحيل عليه تعالى عدم القيام بنفسه. جميل. وكذا يستحيل عليه تعالى عدم القيام. إذا إيه الضد أو إيه النقيض؟ عدم القيام بنفسه. القيام بنفسه يعني الواجب هو أن يكون تعالى قائما بنفسه. طب والمستحيل؟ عدم قيامه بنفسه. إذا هنا عدم القيام بنفسه هو نقيض القيام. نعم. عشان هنا عدم القيام ده نفي ده. نعم. والقيام ده إثبات. إذا عدم القيام ده ليس مساوي للنقيض، وإنما هو نفس النقيض. نعم. عدم القيام بنفسه
يبقى الواجب هو قيامه تعالى بنفسه. ايه معنى عدم القيام بنفسه؟ يعني اذا لم يكن تعالى قائما بنفسه يبقى حيفتقر الى ايه؟ الى غيره. لا مش الى غيره، هو في غيره، حيفتقر الى محل او الى مخصص. ما معنى افتقاره تعالى الى محل؟ ليس معناها الى مكان، لانه هذا منتفي بالمخالفة للحوادث، لأن كل ما هو حادث محتاج إلى مكان يقله وإلى زمان يحويه أو يجري عليه. أما عدم افتقاره تعالى إلى محل يعني إلى ذات، لأنه لو افتقر إلى ذات لكان صفة، ولما جاز اختصاصه بأي صفة، لأن الصفة لا تقوم بالصفة إنما الصفة تقوم به. إذا معنى عدم افتقاره إلى محل يعني عدم افتقاره إلى ذات أو مخصص، يعني أو مخصص يعني فاعل يعني ليس له تعالى إلا لوجوده، وليس له فاعل أثر فيه في أن يكون تعالى موجودا، فهو تعالى له الوجود الذاتي، يعني هو تعالى موجود بذاته. فهو تعالى موجود بذاته، خلاص كده؟ إذا معناها غير مفتقر إلى محل يعني إلى ذات، وإلى مخصص يعني إلى فاعل مؤثر يعني. فهو الذي أثر يعني أو أحدث الآثار في كل شيء ولم يؤثر فيه شيء. وهذا ما قاله أبو مدين التلمساني رضي الله تعالى عنه لما قال الله قل وذر الوجود وما حوى إن كنت مرتابا بلوغ كمالي، فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال، من لا وجود له من ذاته فوجوده لولاه عين محالي. إذا وجوده سبحانه وتعالى ذاتي يعني لم يستمد، ليس له مخصص، ليس له مؤثر، وإلا لو احتاج إلى مخصص لاحتاج المخصص إلى مخصص والمخصص إلى مخصص وإلى مخصص، وهذا إما أن يدور وإما أن يتسلسل، والدور والتسلسل كلاهما باطل عقلا. وعدم الوحدانية بأن يكون ويستحيل عليه تعالى، لازم تقدر الفعل في كل واو. وعدم الوحدانية، ايه هنا عدم الوحدانية نقيضها الوحدانية، جاينا النقيض نفسه ده. عدم الوحدانية نقيض الوحدانية، الوحدانية نقيضها عدم، وذلك مستحيل ان يكون الله تعالى واحدا وان يكون غير واحد. فاجتماع النقيضين محال وارتفاعهما محال، يعني إن كان واحد فهو ليس متعدد، وإن كان متعدد فهو ليس بواحد. وعدم الوحدانية بأن يكون ذا كثرة في ذاته أو صفاته أو يكون له شريك في فعل من الأفعال. إذا عدم الوحدانية يستلزم يستلزم أنه يكون عدم الوحدانية، مش وحدانية، عدم الوحدانية يستلزم أن يكون كثيرا يعني متعدد متكثر، إما في ذاته وإما في صفاته وإما في أفعاله. فقلنا معناها كذا ده عدم الوحدانية، يعني حيكون كثرة في الذات وفي الصفات وفي الأفعال. طب وإذا كان واحد يستلزم نفي الكثرة في الذات والصفات والأفعال، وهذا يستلزم نفي كموما خمسة، الكم المتصل والمنفصل في الذات، والكم المتصل والمنفصل في الصفات، والكم المنفصل في الافعال، لا ينفع فيها الكم المتصل. فمعنى كده لازم تقرر انه تعالى لا شريك له في افعاله، كما لا شريك له في ذاته ولا في صفات. فيلزم طالما الصفات اللي هي بها التأثير او بها التخصيص او الصفات الكاملة لا يشاركه تعالى فيها احد، يعني القدرة التامة المطلقة ليس له مشارك فيها، والعلم والحياة والسمع
والبصر والكلام، فلزم من ذلك أن تكون الأفعال أو الإيجاد أو الإبداع أو الخلق أو الرزق أو كل الآثار اللي في الوجود لازم أن يكون تعالى منفردا بها وحده، فالتأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا. الجنان في التأثير يعني الإحداث الإيجاد الإبداع لغيره، فمثلا حركاتنا وسكناتنا وأصواتنا وأفعالنا لم نخلقها نحن، وإلا لكنا موصوفين بأننا خالقين مع الله والخلق له وحده. إذا إحنا إيه مكتسبون لأفعالنا ولسنا موجدين أو خالقين أو مؤثرين فيها، ولكن جرت عادة الله تعالى أن يوجد أفعال العباد مقارنة لقدرتهم الحادثة وإرادتهم واختيارهم. فعندما تتعلق إرادة العبد واختياره بإيجاد شيء، إذا اقترنت قدرته الحادثة بهذا الفعل يخلق الله تعالى الفعل عند اقتران القدرة الحادثة من غير تأثير. ولو شاء الله تعالى لأوجد الفعل من غير اقتران على جهة خرق ليه؟ خرق العادة. واضح كده؟ يبقى هذا ايه؟ قانون إلهي كده. طب القدرة الحادثة اللي هي قدرة العباد لا تخلق ولا تأثير لها، فما الفائدة؟ هي مناط الأمر والنهي والتكليف، ويصح أن يقال له افعل ولا تفعل إذا كانت القدرة الحادثة موجودة. أما إذا لم تكن موجودة إذ هو شأن شأن العاجز لا يتوجه إليه أمر ولا نهي، إذ فائدة القدرة الحادثة دي أن يصح بها التكليف لكن لا يصح بها التأثير. فأهل السنة يثبتون للعبد اختيارا وإرادة وقدرة وينفون التأثير عن هذه القدرة الحادثة. أما المعتزلة يثبتون كما نثبت ولكن يثبتون التأثير إلى هذه القدرة الحادثة، والجبرية ينفون الاختيار والإرادة والقدرة الحادثة. فافترقت به المذاهب وتبين به الرشد من الغي وظهر الحق. وكذا يستحيل عليه تعالى الجهل مركبا أو بسيطا أو ما في معناه من ظن أو غفلة أو نسيان. شوف شوف كده، الجهل والظن والغفلة والنسيان والنوم، يعني كم منافي دولة من العلم أو في معناه يعني معناها العلم ليس له منافي واحد، وإنما له إيه أعداد كثيرة من التنافي لصفة واحدة العلم. إذا هنا زادت إيه أنواع المنافاة أو زاد المستحيل على 13 صفة، فكيف نصنع؟ تعال كده نأخر الإجابة. ويستحيل يعني المفروض يقول كده مثلا ويستحيل عليه الجهل لأنه ثبت في حقه تعالى العلم، يقول لك الجهل ده نوعين مركب وبسيط. ايه معنى البسيط؟ البسيط هو ايه؟ ان يجهل الانسان الشيء. مسجد واحد ماشي مش قال لك مسجد ايه ده؟ قلت له اجهل ده والله ما اعرف مش عارف، هذا جهل. الجهل البسيط هو أن تجهل الشيء، أما الجهل المركب أن تجهل الجهل نفسه، يعني أن تجهل الشيء وتجهل أنك جاهل به. يبقى اجتمعوا جاهلين. تقول لي بعد مسجد الحسين يعني يقول لك تعرف أي مسجد هذا؟ فقلت له هذا ليس بمسجد، أول أنت جاهل أنه مسجد، ثم أخبرته بشيء مخالف للواقع وهو أنه ليس أو أخبرت منه مستشفى أو مسجد الحسين إلى آخر الناس. يبقى أن تجهل أنك جاهل. يبقى اجتمع عندك وصفين، جهلك الشيء وجهلك بجهلك، وهذا معناه إيه؟ تركيب، يعني ركبنا جهل على جهل.
قال حمار الحكيم تومش لو أنصف الدهر يوما كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. البهائم ما عندها جاهل مركب، جاهل بسيط هو عارف من عارف مركب عمره يقول لك. ويستحيل عليه تعالى الموت والعجز وما في معناه من شوف. ويستحيل عليه تعالى الموت والعجز وما في معناه من فتور نقص تعب كده ملل كل ده في معناه. والكراهية، والكراهية أي عدم الإرادة بأن يقع في ملكه ما لا يريده أو تصدر الكائنات عنه تعالى. الكراهية يعني إيه؟ عدم الإرادة كده؟ نعم. يبقى هنا عدم الإرادة يبقى النقيض بتاعه إيه؟ الإرادة. والإرادة نقيضها عدم الإرادة، لكن تيجي بعد كده للكراهية ممكن تكون مساوية للنقيض، ممكن تكون أخف أخف. نعم. إنه في حاجات ثانية. نعم. في عندك إيه ثاني؟ العلة. وعندك ليه؟ يعني كونه تعالى فاعل بالعلة ده معناه غير مريد. لو قلت علة ومعلول ده معناه نفيت الإرادة. ولو قلت طبيعة ومطبوع ده نفيت الإرادة. أما يقول بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة. وإذا قلت بأنه مقهور أو مجبور أو ما في معنى ذلك فقد نفيت الإيه؟ الإرادة. يبقى معناها نفي الإرادة يستلزم مش ضد واحد، أكثر من ضد بالمعنى اللغوي العام اللي احنا ذكرناه. يبقى نرجع إلى إجابة السؤال، وهو احنا قلنا يستحيل عليه تعالى. هنا أول صغر قال لحظة الثلاثة عشرة ايه صفة، ولما جينا نعد كده وجدنا في العلم واحد حوالي سبعة، وجدنا في الإرادة أربعة، وجدنا كذا يعني زادت. قالوا مهما زاد ضد الإرادة فهو راجع إلى الكراهية، يعني العلة كراهية ما فيش مكروهة العلة يعني إنها تعمل المعلول ما فيش فيها. إذا قلت مثلا ضبيعة برضو نفس المعنى، لا تقول الجهل والسهل وهو اللي بيسها ده جهل، جهل برضو والغفلة جهل، يعني كل ما عددناه فهو راجع إلى وصف واحد. فكأنه السبعة دي هي الأمهات وأضبابها أيضا هي الأمهات، يعني كما يمكن أن نفرع على الواجب نفرع على المستحيل. واضح كده؟ يعني زي ما احنا بنفرع في الواجب مش رددنا ما عدا الصفات السبعة إلى السبعة، فنرد ما زاد على الثلاث عشرة إليها، فنقول مثلا الجهل وما في معناه من الغفلة والفتور والنسيان والظن والشك كل هذا مستحيل. وكل هذا ينافي صفة واحدة، وكل مرجوع إلى إيه؟ إلى معنى واحد، راجع إلى معنى إيه؟ واحد. يلا. والكراهية أي عدم الإرادة بأن يقع في ملكه. يعني لو كان تعالى مكرها يعني معناها هيبقى غير مريد. نعم. مش مريد، هيبقى مكره. نعم. لما يكون مكره يبقى معناها هيقع في ملكه ما لا يريده. نعم. أو تصدر عنه الكائنات بدون اختيار، يعني إلا ومعلول أو طبيعة. نعم. طبيعة ومطبوع، وعرفنا الفرق بين العلة والمعلول وبين الطبيعة والمطبوع. نعم. ها فالتأثير بالعلة لا يتوقف على شرط ولا انتفاء مانع، والتأثير بالطبيعة يتوقف على الشرط وعلى انتفاء المانع. وأتينا بالمثال النار تحرق، فهنا هل يتوقف الإحراق على شرط؟ قالوا نعم النار محرقة لكن في شرط وهو المماسة، يعني لازم يكون في تماس بين النار وبين الشيء الذي نحرقه. لو انتفت لو يعني انعدمت ما فيش هذا الشرط يبقى معناها لا يتحقق الاحراق. والشرط وانتفاء المانع انتفاء البلل. فاذا كان الكتاب مبلولا يعني مغطى في الماء كده وجيت تحرقه يمتنع الاحراق لوجود مانع من الاحراق وهو الايه؟ وهو البلل. خلاص كده.
ان الفرق بين التأثير بالطبيعة والعلة عرفناه. نعم. واللي يقول بالتأثير بالعلة يبقى كافر. نعم. واللي يقول بالطبيعة يبقى كافر. خلاص كده؟ نعم. انما التأثير لمين؟ الإيجاد لله. نعم. يعني النار لا تحرق لا بعلتها ولا بطبيعتها. انما الحقيقة النار اذا اقترنت بشيء يخلق الله تعالى الاحراق. الماء اذا انت وضع في احشائك وفي جوفك يخلق الله تعالى الري. الاكل او الطعام اذا انت اكلت يخلق الله فيك الشبع. ولو شاء لخلق الشبع من غير مكان. ولو شاء لأشعلك من غير نار كيف ولعت كده وانت مولع طبيعي مش عاوز تشتعل ثاني ثاني ويقول على اليوم. ولو شاء لأوجد النار وجعلها تحيط بك من كل جانب ولا تحترق. واوعى تنسب بأسباب ومسببات. جرت عادة الله تعالى أن يخلق التأثير عندها وليست هي المؤثرة بطبيعتها ولا بذاتها. وإلا معنى كده حتنفي التأثير عن الله تعالى وتثبت له المشارك في أفعاله. يعني مثلا السكين تجريها على رقبة الإنسان فيخلق الله الفتح. وممكن تجريها ولا يخلق الله الفتح. ممكن يذبح من غير سكين. فدي أسباب ومسببات. فانت مأمور شرعا بان تأخذ بالاسباب وكأنها كل شيء. ومأمور في نفس الوقت الا تعتمد عليها وكأنها ليست بشيء. يعني تعملها بس ما تبقاش اعتمادك عليها. اعتمادك على الله. ومن علامة الزلل الاعتماد وجود من وجود الزلل الاعتماد على الايه على الاسباب العمل. يعني انت تعمل لانك مأمور به لكن تترك بعد كده للمسألة لله تعالى. فلو لم يحدث الشيء يحدث عندك زلل وشك لانك معتمد على. واذا حدث يحدث عندك ايه يقين وايمان انك اعتمادك على مين على الله تعالى. السبب ده يعتبر ايه هو ايه لما نقوله في الظاهر هو ايه هو المؤثر. نعم. والمسبب هو الاثر. نعم. يعني في ايه اثر وفي في مؤثر وفي ايه اثر. يعني المؤثر هو الفاعل والاثر هو الفعل. زي ما نقوله كاتب وكتابة او كاتب ومكتوب. يبقى الكاتب ده هو اللي هو اللي اوجد الاثر اللي هي الكتابة. فجرت عادة الله تعالى ان يربط بين الاثر وبين السبب والمسبب. لكن لو شاء الله تعالى ان يخرق هذه العادة لفعل. فدي عملها اسباب. ولذلك يخرق الله تعالى الاسباب لانبيائه وايضا لاوليائه. والله على كل شيء قدير. بعض الناس اللي هم ما يفهموش يسند التأثير لغير الله تعالى. فمثلا واحد في مسألة التوسل لماذا يرفضون او يمنعون التوسل بالميت؟ انهم معتقدين ان الحي ده له تأثير. فلما مات تعلقت هذه الشبهة بعقوله فقالوا اذا لا يجوز التوسل بالاموات لانهم لا تأثير لهم. مع ان التأثير ليس لحي او لميت انما التأثير لله سبحانه وتعالى. فالميت والحي سواء. هو مين اللي بيوجد الشيء؟ هل الميت او الحي؟ انما الذي يوجده الله سبحانه وتعالى. فلا اثر لا لميت ولا لحي. ولما تمسكوا بحديث سيدنا عمر اللي هو اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبيك ونتوسل اليك بالعباس. قالوا ايه لو كان التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم جائزا او مشروعا لما جاز لعمر رضي الله عنه ان يعدل عنه ويتوسل بالعباس. فمعنى كده انه التوسل صلى الله عليه وسلم بعد وفاته غير جائز. ولو كان جائزا لما عدل عمر رضي الله عنه الى التوسل بالعباس. فتسألهم سؤال بسيط جدا ما هي انواع التوسل الجائزة والمتفق عليها؟ يقول لك التوسل باسماء الله وصفاته. نعم.
والتوسل بايه؟ بالعمل الصالح، والتوسل بدعاء الحي. ثلاثة دول متفق عليهم. تقول لهم لو كان التوسل بأسماء الله جائزا لما عزل عنه عمر وتوسل بالعباس، فيبطل على هذا التوسل بناء على الدليل اللي هم بيقولوه، ويبطل أيضا التوسل حتى بالعباس لأنه مات. لازم نجيب منين العباس دلوقتي؟ نسم واحد العباس كده ابن عبد المطلب عشان نخلي الحديث واصل إلى يوم القيامة، مش هينفع. يبقى بناء على هذا الدليل العقلي ما هو مش نص، يبطل كل انواع التوسل. يبقى معناها ايه؟ ليه؟ لانه عندهم شبهه ان الحي له تاثير، باي وجه نفوه عن الميت؟ الاعتقاد ان التاثير لمين؟ للحي. والتاثير لمين؟ لله سبحانه وتعالى. يعني الله تعالى يخلق هذا الفعل ممكن على يد ميت، ممكن على حي ما يتعملش، ان الله على كل شيء قدير. واضح؟ موجود امثله كثيره في السنه النبويه. يلا مره الشرك ولا الشرك لذلك، يعني معناها اذا نفى التاثير عن الميت واثبته الحي فهو المشرك حقيقه. اما اهل السنه لا يثبتون تاثيرا لا لحي ولا ميت، فالذي يتهم الناس بالشرك لانهم يتوسلون بالاولياء هو المشرك حقيقه، لانه هو اسند التاثير للايه؟ للاحياء. اما اهل السنه لا يسندونه لا لحي ولا لميت، ولو شاء الله تعالى لاستجاب دعائي عند هذا الولي او ليس عندهم. والولي لا علاقه له بالمساله اساسا، انما كل ما في الامر انك اذا توسلت بولي فاعف باعتبار ما قام به من الولايه، او بعالم فباعتبار ما قام به من العلم، او بنبي فباعتبار ما قام به النبوه من النبوه. وذلك واحد من جماعه موريتان الشنقيط من الشناقه تنازعوا في الخليج في مساله التوسل به، فكان رجل عنده ملكه ليه الشعر كده، فقام كده على الفور وقال له ايه بسين، قالوا التوسل بالنبي نعده شركا وما منعوه بالاعمال. قلت النبي احب من اعمالكم قطعا الى المتكبر المتعالي. فسكت الناس جميعا. ام اعمالكم اذا كان يعني فيها رياء ومقبوله او مش مقبوله، تتوسل بعمل ما عرفش هو مقبول ولا مش مقبول. هل تعرف ان هذا العمل تتوسل منك ان يكون عملته رياء؟ فمش هترتفع الشخص، هتجرب يدخل في الارض كده وحط صخره عليه واعمل زي الثلاثه اللي انطبقت عليهم الصخره، مهما ذكرت من الاعمال مش هتترفع الصخره ابدا. لانه الاعمال كلها تحت الجريه ليست لوجه الله. الناس دول كانوا صادقين فيها، انما انت تضمن به؟ قول. قالوا التوسل بالنبي نعده شركا وما منعوه بالأعمال. قلت النبي أحب من أعمالكم قطعا إلى المتكبر المتعالي. إذا المسألة مش راجعة إلى حي ولا إلى التأثير لله. واحد لم يتغير شيء. ليه انت تجوز بالحي وتمنع بالميت؟ لو انت صادق مع نفسك إنه خلص إذا كده انت صادق فعلا، ممنوع نهائيا لا بحي ولا بميت. يعني التوسل بما هو محبوب لله. طب هل هذا الولي او هذا النبي بعد ما مات صار مبغوبا؟ يعني ربنا كرهه بعد ما مات؟ ولا النبوة امر قائم به موصول بها؟ يعني احنا الان بعد ما مات الرسول صلى الله عليه وسلم بكام سنة نشهد له الان بالرسالة؟ ولا لما نيجي نأذن خلاص صفة الرسالة انقطعت عنه والنبوة، فنقول أشهد أن محمدا كان رسولا ولا هو رسول الآن وهو ميت؟ فإذا كان رسول بعد موته يعني معناها الرسالة حكمها باقي، فكيف تمنع حاجة بسيطة زي التوسل؟ ملهاش لازمة. ما تتوسلش يا أخي 60 دهب ولا ما تتوسلش، ومين قال لك بس؟ أو تصدر الكائنات عنه تعالى بالتعليل أو بالطبع لما يلزم من قدم العالم الذي قام البرهان القاطع على حدوثه وورد الشرع به، لانه يجب اقتراب ورد الشرع به يعني ايه؟ بالبرهان القاطع على حدوث العالم.
لأنه يجب اقتران العدة بمعلولها. إذا قلنا هنا التقابل بين مقابلة العلم لإيه؟ عندك حاجتين هما ذكر الجهل يقابل إيه؟ يقابل العلم. وبعد كده يقابل أشياء ثانية. يعني العلم أول مقابل له الجهل، وبعد كده الظن، الغفلة، النسيان، النوم إلى آخره. فمقابلة العلم الأول اللي هو الإيه؟ ده من أي نوع؟ أيوة تمام. ومقابلة العلم للأول اللي هو الجهل من مقابلة الضدين. طب والثاني من العدم والملكة. خلاص كده؟ لأنه عما إيه؟ عما من شأن. فالمقابل الأول من أي الأنواع؟ من الضدين، وما عدا ذلك من العدم والملكة. طب بعدين ويستحيل عليه تعالى الموت. ايه مقابل الموت؟ الحياة. يبقى الحياة والموت لا، الحياة والموت من قبيل العدم والملكة. خلاص كده. ان قلنا ايه؟ ان الموت عدم الحياة. الموت فيه تفسيرين. الموت اذا كان معناه عدم الحياة يبقى التقابل بين الموت والحياة عدم وملكة. وان كان الموت معناه شيء موجود زي الحياة إذا التقابل بين الموت والحياة تقابل ضدين. وأرى أن هذا هو الصواب، لأن الله تعالى جعل الموت أمرا وجوديا وليس عدميا، لأنه تعلق به الخلق، وتعلق الخلق وتأثيره يكون تعلق إيجاد لا إعدام. ألم يقل تعالى هو الذي خلق الموت والحياة؟ فالحياة مخلوقة زي الموت، فالأمر الموت أمر وجودي وليس أمرا عدميا. إيه الدليل على كده؟ إن الموت الواحد بعد ما يموت مش بيبقى عدم، ده بيحيا حياة ثانية. يعني الموت حياة، يعني حياة جديدة، أنتقل من حياة إلى حياة، فيكون الموت وجودي. ولذلك التقابل بين الموت والحياة من تقابل الضدين وليس من تقابل العدم والملكة، إلا إذا فسرنا الموت بأنه عدم الحياة، أو الحياة بأنها إيه؟ عدم الإيه؟ الموت. واضح؟ لأنه يجب اقتران العلة بمعلولها والطبيعة بمفروعها. طب ويستحيل عليه تعالى الموت والعجز. هي نقيض العجز. النقيض عجز لا عجز. لا، إذا العجز هنا ليس نقيض القدرة، وإنما هو مساوي للنقيض، لأنه القدرة معناها إيه؟ لا قدرة، لا قدرة، عجز يعني لا قدرة، يعني أنا عاجز يعني ما فيش قدرة، قادر يعني ما فيش قدرة، مساوي للنقيض وليس هو إيه؟ النقيض. والكراهية ايضا مساوية لنقيض الارادة، لان نقيض الارادة لا ارادة او عدم الارادة. فلما نقول الكراهية يمكن نقول مساوية للنقيض، او ممكن نقول اخص من النقيض، لانه في اشياء ثانية تناقض الارادة اللي هي العلة والطبيعة والقهر. لان يكون مساوي او اخص. خلاص كده. والقائل بذلك كافر باجماع المسلمين. اللقاء بايه؟ بالطبيعة او بالعلة. والله تعالى اعلم. اللهم صل افضل صلاتنا على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله